بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح ناخد عن الانهيرتنس. طبعا لنا موضوع الانهيرتنس والكومبوزيشن، ونركز على موضوع اليو ام ال دياجرام. رح نبلش، رح ناخد امثله على سنجل انهيرتنس. في عنا سنجل انهيرتنس ليفل 1، يعني بليفل 1. في عنا سنجل انهيرتنس مالتي ليفل، في عنا مالتيبل انهيرتنس، وفي عنا الكومبوزيشن. هاي المواضيع اللي اخذتوها بعد الهاي. نبلش بالسنجل انهيرتنس. أول سؤال بيحكي لنا رايت أ كلاس بايسيكل. كبر الخط. Ride a class bicycle that has two attributes, gear and speed. لاحظنا نعرف class bicycle بيحتوي على attributes الـ gear والـ speed. It has the following methods. ودائما لما نحكي methods يعني member function، يعني function داخل الـ class اسمه method. لما بدي global function بحكي function. Constructor that will initialize gear and speed to any integer values. Apply break that will receive integer data. It will subtract received integer data from speed. Speed up receive an integer data. It will add the received integer data to the speed. A display will print the attributes values gear and speed. نعمل الكلاس الأول. عندنا أول إشي كلاس. هاي كلاس، اسم الكلاس كان بايك بايسيكل. سيلف هير كلاس سبيد. دوت جير يساوي جير. خلينا نعمل واحد برايفت ممبر سيل السبيد. خلينا نعمل برايفت هنا
read up function اسمه method read up تستقبل integer value cell فاصلة v وضيفه على قيمة speed cell dot underscore underscore speed plus equal v. في عنا apply break def function اسمه apply break. نعرف شو يعني break، يعني بدنا نقص السرعة. إذا راح يستقبل كمان self v وبزي بيعمل إيش self dot speed minus equal v، بنقص قيمة السرعة. في عنا display ولا str display والprint the attributes. طلب منا display، هو الأفضل إن نعمل str بس. يلا طالب display print gear يساوي فاصلة self dot gear فاصلة speed يساوي speed. خلصنا من الكلاس الأول اللي هو بايسكل. طبعا هو يفضل كونه في عندي private data member نعمل set to get للسبيد. طبعا هو ما كانش طالب انها تكون برايفت، هيك ما طلبش منك set to get. انا عملت سبيد برايفت، خلينا نعمل set speed و get speed. set speed مستقبل self فاصلة s وبسند والجيت جيت سبيد تستقبل سيلف فقط. الجيت دائما ريتير سيلف دوت الكلاس بايسيكل. نشوف الكلاس الثاني. الكلاس الثاني ماونتن بايك. ماونتن بايك that will inherit from bicycle class. لاحظ الكلاس mountain bike بيرث من كلاس bicycle and it has its own attributes. وإله attributes خاصة فيه غير الattributes اللي بدي يرثها من البايسيكل. طبعا هو ورث الجير والسبيد من البايسيكل كونه هو نوع من البايسيكل mountain bike. طبعا هاي علاقة الانهيريتنس كيف بنعبر عنها. في عنا كلاس هاي mountain بايك برث بحطه ايش بين اقواس برث من كلاس بايسيكل. وطبعا الكلاس بايسيكل كمان ممكن اخليه يرث من اشي اسمه اوبجكت. ذكرين لو ما خليناه يرث من اوبجكت عادي، بس يفضل كمان حتى الكلاس اذا ما بيرث من كلاس اخر انه خليه يرث من اوبجكت. شوفوا هسه شو يعني mountain bike ورث من bicycle. يعني كل الممبرز اللي موجودة بايسيكل هي ممبر mountain bike. والعلاقة شو بنحكي؟ علاقة إذا mountain bike is a bicycle، مش العكس. انتبهوا مش العكس، mountain bike is a bicycle مش البايسيكل is a mountain bike. أصلا ما بتزبط حتى بدون برمجة ما بتزبط. مش كل البايسيكلات مش كل البايسيكلز ماونتن بايك، اما الماونتن بايك هو بايسيكل صح منطقيا. طبعا راح نرسم هسه راح بس نكمل نرسمه هسه مبدئيا. في عندنا بايسيكل وفي عندنا كلاس راح يكون اللي هو الماونتن بايك.
طيب mountain bike عراقة الانهيرتنس هي سهم من الدرايفد للبيس. انتبه من الدرايفد للبيس. مين البيس؟ البيس بايسيكل والدرايفد ماونتن بايك. وفي عنا براسه مثلث مفرغ. مثلث مفرغ براس جهة ال... طبعا نتذكر انه اسم الكلاس باليو ام ال ديجرام بنكتب بالوسط ثلاث اجزاء بيكون الكلاس ديجرام جزء لا اسم الكلاس وجزء للاتريبيوتس وجزء للميثود. الاتريبيوتس عندي بلس بلس يعني بابليك ومربع يعني بروتكتد وماينس يعني برايفت. عندنا الجير اذا بدي احط النوع بحط نقطتين مثلا بتوقع انه نوعها فلوت. وفي عنا ماينس السبيد. شوفوا السبيد بدون ما أقول أندرسكور أندرسكور هي كمان ممكن تكون فلوت. طبعا هذا الخط عندنا الميثودز بلس الكونستراكتر. ممكن اكتب كونستراكتر بدون اي ان اي تي. ليش؟ بستقبل ان بي نوعها ان نوعها فلوت وبستقبل ان يعني انبوت معناها سبيد ممكن اختصرها اس كمان كولون نوعها لوت برجع برجع هوي برجع شلاني. عندنا السبيد اب كمان بابليك هو فانكشن بابليك سبيد اب. طبعا السلف تلقائيا هاي ما بحطها بحط بستقبل انبوت في من نوع فلوت او انتجر هو قال لي انتجر حطه ان برجع لا ما رجعش قيمه اذا فوي. الابلاي بريك هاي ابلاي بريك كمان استقبل انبوت في من نوع انتجر مرجعش قيمه اذا الريتين بعد البراميتر كنا نحط كولون شو بيرجع عندنا ديسبلاي بلس ديسبلاي كان بستقبلش ممكن احط بداخلها void وما رجع اشي شي بحط void. في عنا set speed كمان plus set speed بستقبل n v النوع integer ما رجعش اذا بحط retain data type void. وفي عنا plus get سبيد ما استقبل اشي ورجع فلوت اللي هي السبيد اذا كانت فلوت هتكون ريتين داتا تايب. شوفوا هذا البايسيكل طلع اكبر. الماونتن بايك نشوف هسه على الماونتن بايك خليته يرث من بايسيكل هيك رسمناها بالديجرام سهم من الماونتن بايك لا البايسيكل سهم من الماونتن بايك للبايسيكل. في عنا البيس والدرايف. مين البيس؟ البايسيكل. مين الدرايف؟ الماونتن بايك. شو العلاقة؟ قلنا إذا. كيف إذا؟ ماونتن بايك is a bicycle. بصير عكسها أقول بايسيكل is a mountain bike؟ لا ما بصير. ما بصير. خطأ. للي أخذها معكوسة احنا الفصل الماضي عدلناها. كانوا يعطوها معكوسة وعدلناها الفصل الماضي. العلاقة هي إذا من الديرايفد للبيس زي عندنا كلاس أنيمال هو بيسي كلاس بيرث منه تايجر وكات ولايون وفيش. بصير أقول أنيمال إز أ تايجر الأنيمال البيس والتايجر والفيش وهذول ديرايفد. بصير أقول أنيمال إز أ تايجر الحيوان نمر كل الحيوانات هي نمور لا
بس بصير أقول النمر is tiger is an animal. النمر هو حيوان. cat is an animal. القطة هي حيوان. fish is an animal. lion is an animal. وهكذا. ما نعكسش العلاقة. العلاقة المعكوسة غلط. تنتبه. طب نشوف شو الاتريبيوتس الخاصة. طبعا هذا الرسمة إذا بدي خليها inherits from bicycle class it has its own attributes. عندنا C-top. شوفوا الاتريبيوت الخاصة غير اللي ورثتن. طبعا هي مجرد ما ورث من بايسيكل صار عنده gear وسبيد. attribute gear وسبيد صار خاصات بالماونتن بايك. في له اتريبيوت جديد اللي هو seat height. seat height اللي هو ارتفاع الكرسي. ارتفاع كرسي البايسيكل. it has the following methods. شوفوا seat height هو attribute والmethods اللي بتبعه constructor that will initialize gear وspeed and seat height to any values. لاحظ عندنا constructor. constructor بعطي قيم للgear والspeed والseat height للثلاث. في عندنا display it will print all attribute values gear, speed and seat height. check seat height. لاحظ عندنا كمان check seat height. it will check the value of seat height. if it's greater than 5 it will print suitable for mountains. بيبحث قيمة seat height. إذا كانت أكبر من 5 بيحكي لنا بطبع أنها مناسبة للجبال suitable to mountains. And it will call speed up to add any received value x وبيستدعي speed up بضيف لها قيمة بيستقبلها هو اللي هي x to speed. Otherwise it will print too short. إذا أقل من 5 بيطبع too short. And it will call apply break. بيستدعي apply break to subtract لطرح any received value x from speed. طيب خلينا نعمل class الماونتن بايك. قلنا بدنا نعرف الكونستراكتر. احنا الداتا من برد بعملها اوبجكت اتريبيوت قلنا او كلاس اتريبيوت اذا بتتذكروا. هاي هل هاي السبيد سيت هايت هي كلاس اتريبيوت؟ لا هي ما بتزبط غير اوبجكت اتريبيوت. ليش؟ راح تشوف مستقبل جير سبيد سيت هايت اس اتش بختصرها اس اتش بيعرف الاتريبيوت الخاصة فيه اللي هي feet height قيمتها sh. طب والاتريبيوت الخاصة بالداتا ممبرز اللي الجير والسبيد كيف يعطيهن قيم؟ يجي يقول لي self dot gear يساوي gear. هيك اقول له self dot gear يساوي gear. شو بتكون عملت هيك؟ بتكون عملت داتا ممبر جديد جير غير اللي ورثه. طب انا بدي استعمل الجير اللي ورثه. بدي استعمل الجير اللي ورثه من البيسك كلاس. اذا عملت هيك صح. بس شو بيعمل؟ بيعمل داتا ممبر جير جديد غير اللي ورثته. طب انا بدي استعمل اللي ورثته. شو اعمل؟ بدي استدعي كونستراكتر البيسك كلاس. شو بعمل؟ بستدعي constructor البيسي كلاس. طب كيف بستدعي constructor البيسي كلاس؟ بكتب اسم الكلاس bicycle dot underscore underscore init underscore underscore of self وببعث له قيم الجير والسبيد اللي استقبلت. شوفوا هاي مش جملة تعريف، هاي جملة استدعاء. استدعيت داخل كونستراكتر الماونتن بايك، استدعيت كونستراكتر البيت اللي هو البايسيكل. كيف استدعيته؟ اسم الكلاس بايسيكل دوت اسم الميثود اللي هي لازم هون اكتبها بهاي الطريقة. احنا عادة الكونستراكتر ما بنستدعيه بهاي الطريقة. كونستراكتر مجرد ما اعرف اوبجكت يتم استدعاء الكونستراكتر، صح؟ الوضع العادي مجرد ما تعمل اوبجكت من نوع بايسيكل بستدعي كونستراكتر البايسيكل، تعمل اوبجكت من نوع ماونتن بايك بستدعي كونستراكتر الماونتن بايك. بس بالانهيرتنس لا، لما بدي كونستراكتر الدرايف يستدعي كونستراكتر البيس بيستدعيه بهاي الطريقه. في طريقه ثانيه اللي هي تكتب البيس وهاي، بس احنا منا اي طريقه بدك اياها بتزبط.
طب بعدين شو طلب غير الكونستراكتر؟ طلب الكونستراكتر وطلب عندي الديسبليه والتشيك سيت هاي. الديسبليه ديف ديسبليه، وانتبهوا هاي عمليه شو بنسميها؟ overriding. الكونستراكتر موجود بالبيس، موجود بالديرايف. الديسبلي موجود بالبيس، موجود بالديرايف. عد التعريفه بالديرايف. شو هاي العملية بنسميها؟ مش overloading، overriding. بنسميها overriding. نعيد تعريف نفس الفانكشن. هو ورد ديسبلي من البيس من بايسيكل، وردعاه التعريف وبنفس الهيدر. هذا شو بنسميه؟ بنسميه overriding. طب أنا ليش عرفته؟ عشان أطبع الجير والسبيد والهايت. طب الجير والسبيد أقعد أطبع برنت سيلف دوت جير، طبعا بصير. أنت هيك ما نشأت الجير بابليك، بصير تستعملها عادي. لو قلت لي اطبع لي إياها بصير، بس ننتبه سيلف دوت سبيد، سبيد برايفت، ممنوع أستخدمها بالدراي. ممنوع أقول سيلف دوت أندرسكور أندرسكور سبيد. بقدر أستدعي الجيت سبيد، بقدر أقول له سيلف هاي سيلف دوت أندرسكور أندرسكور سبيد، بعطيني إياها إيرور. قولي طب عادي، ما هو الماونتن بايك ورث من البايسيكل، يعني ورث الأشياء، بس البرايفت ممنوع يستعملها. البرايفت اللي هي السبيد هون مثلا، داتا ممبر سبيد برايفت، مسموح استخدامها بس داخل بايسيكل بشكل مباشر. صح وبرث الماونتن بايك، بس ممنوع يستعملها بهاي الطريقة. لو كانت بروتكتد بستعملها، أما برايفت لا. البابليك والبروتكتد بستعمله، البرايفت لا. طب شو بقدر أقول له؟ جيت سبيد مثلا، جيت سبيد. هو الجيت سبيد هو بابليك ميثود، برجع لي قيمة السبيد. بصير شوفوا سيلف دوت جيت سبيد، الجيت سبيد هذا الماونتن بايك ورث جيت سبيد، بصير يستخدمه سيلف. كيف بستخدمه؟ سيلف دوت جيت سبيد بدون ما يقول بايسيكل دوت جيت سبيد أو سيلف. ليش بدون ما يقول بايسيكل دوت جيت سبيد؟ لأن أنا ما عندي جيت سبيد هون. الكلاس ماونتن بايك ما عنده جيت سبيد. لو استخدم جيت سبيد خلص هو لحاله رح يعرف إنه كونها مش موجودة عنده بالكلاس نفسه، بروح على البيس يدور عليها بالبيس، استخدمها من البيس، لأنه ورث الأشياء الموجودة كمان بالبيس كلاس. الأصح من هذا كله الجير والسبيد، مين بيطبعهن؟ الديسبلاي الموجود بالبايسيكل. ليش أغلب حالي وأرد أطبعهن مرة ثانية؟ بستدعي ديسبلاي من بايسيكل أول إشي، بعدين أنا بطبع السيت هاي. طب الديسبلاي من بايسيكل كيف استدعيه؟ بقدر استدعي سيلف دوت ديسبلاي. اقول سيلف دوت ديسبلاي بستدعي نفسه، لانه في ديسبلاي داخل ماونتن بايك. عشان اجبره يستدعي من البيس كلاس بكتب زي كيف استدعيت الكونستراكتر، بكتب اسم البيس كلاس بايسيكل دوت ديسبلاي. شوفوا اضطريت استدعي بهذه الطريقه. ليش؟ لانه في اوفر رايدنج، قلنا ديسبلاي اوف سيلف. هذا راح يطبع لي gear يساوي self dot gear و speed تساوي. طيب هسا برد أعمل print، طبعا فيش backslash n لأنه هذا راح ينزل سطر تلقائيا. seat height يساوي tell dot seat height. خلاص شوفوا كيف استدعينا الديسبلاي من بايسيكل. ما قلتش سيلف دوت بايسيكل، لو قلت سيلف دوت ديسبلاي طب بصير اقول سيلف دوت ديسبلاي. وريتك قبل شوي لو بدي اطبع بالطريقه العاديه بقدر اقول سيلف دوت جيت سبيد عادي بدون ما اقول بايسيكل دوت جيت سبيد. ليش بقدر اقول سيلف دوت جيت سبيد بس بقدرش اقول سيلف دوت ديسبلاي؟ لو قلت سيلف دوت ديسبلاي بستدعي نفسه، لانه في ديسبلاي ماونتن بايسيكل. لو ما في بروح بستدعيها من البيس. طب هسه عندنا تشيك سيت ديف تشيك سيت اوف سيلف بيستقبل سيلف واكس. اللي بيستقبل كيف عرفت انه بيستقبل كمان اكس؟
يلي بيبحص السيت هل هي أكبر من خمسة؟ إذا كانت أكبر من خمسة بيقول لي suitable for mountain وبضيف قيمة x على speed. ذاكرين؟ بضيف x على speed. إذا لا بيقول لي too short وبطرح x من speed. استدعي صح؟ طيب يعني كيف بدي أفحص؟ f tell dot seat height. بدي أفحص seat height. هو قال لي أفحص seat height إذا كانت أكبر من خمسة. شو أعمل إذا كان أكبر من خمسة seat height؟ إذا كان أكبر من خمسة بدي أكتب suitable for mountain. بعدين قال لي suitable for mountain it will call speed up. يستدعي speed up من ال basic class to add any received value x to speed. بده يضيف قيمة للسبيد بس استدعى speed up. طبعا هو ما بيقدر اصلا يضيف مباشرة, بيقدرش يقول self لانه self dot underscore underscore speed plus equal x لانها speed private. بس أنا عندي function اسمه speed up بضيف قيمة, إذا بستدعيه. حتى لما قال لي استدعي, لو قال لي بدي أضيف قيمة x على السبيد بعرف إنها speed private, بقدرش أقول self dot underscore underscore speed plus equal x. بس في عندي function وظيفته يضيف قيمة على السبيد, بروح أستدعيه. شوفوا كيف استدعيته self dot speed up. طب قول لي هذا موجود بالبيس, ليش ما قلتي bicycle dot speed up؟ لأن أنا هون ما عندي هاي سيل فاصلة x, أنا هون ما عندي speed up. لو قلت له لو عندي speed up وقلت له self dot speed up بروح بستدعيه من mountain bicycle mountain bike. بس mountain bike ما في speed up, ما فيش speed up عادي, بروح بستدعيه من مين؟ من ال best class bicycle. إيش داعي أقول bicycle dot speed up؟ طبعا هون فيش داعي للسيل لأن حطيت السيل برا صح, بس بقول له of x. else طبعا كمان بده يطبع suitable for, هنا نطبع print suitable for mountains مستدعي speed up else print يلي too short واستدعي apply break اطرح قيمة x من speed. راح استدعي apply break of x. هذا تشيك سيت. وكيف عملنا تشيك سيت؟ بعدين طلب مني اكتب main code to define an object of time mountain bike with values 2 for gear 10 for speed and for the seat height. اول اشي يعرف بالobject, قال بالمين, المين الجزء الخارجي, بتعرف object من نوع mountain اي mountain bike الجير 2 السرعة 10 والسيت هايت 4. هي كل المعلومات اللي أعطاني إياها بالسؤال. طبعا لو ما أعطيتك معلومات بتحط أي إشي بدك إياه. call check seat height for the object تدعي check seat height. شو بحكي؟ m dot check check seat. أنا أسميه check seat وأعطيه القيمة مثلا 2, لازم أعطيه قيمة ل x صح؟ بعدين بيحكي لنا call display to print all attributes of the object. خلينا نستدعي الديسبلاي قبل ما أعمل check seat. M dot display.
خلينا استدعي بعد ما عملت check seat m dot display. بقدرش أقول print m، انتبهوا ما بقدر أقول print بين أقواس m. ليش؟ لأني مش عامل ال str. ليه قلنا ال str أفضل؟ ال str بتمكنني أن أطبع object مباشرة. أنا مش عامل ال str، لهيك مضطر أستدعي بهاي الطريقة m dot display. نعمل run. شوف هاي الأوبجكت كان يعني الجير 2 السبيد 10 السيت هايت 4. لما استدعيت التشيك سيت طبع لي تو شورت لأنه أقل من 5 تو شورت ونقص من السبيد 2. انتبهوا القيمة اللي أعطيته إياها نقصها من السبيد. الجير ظل 2 السبيد صار 8. ليش صار 8؟ لأنه كان 10 لما عرف إنه صغير نق أبلاي بريك طبق أبلاي بريك ونقص من السرعة 2. قيمة X اللي هي كانت بعثت له إياها اللي هي 2 والسيت هاي ظلت قيمتها 4. طيب هذا مثال على السنجل إنهريتنس. طبعا احنا اليو ام ال دايجرام انا خليته عشان نكمل. لو الاتريبيوتس نكمل اليو ام ال دايجرام في عنا بلس سيت هاي. طبعا بق بلس سيت هايت. طبعا تقدر تكتب الاتريبيوتس اللي وردتها بس هي تلقائيا مش داعي اكتبها. ليش؟ لأن أنا عارف من الخط إنه ورث كل شيء موجود هون. في داعي أرجع أكتب الأشياء اللي هون أكتبها هون بالماونتن بايك؟ لا، أكتب لي بس الأشياء الخاصة بالماونتن بايك. هي تلقائياً من السهم هذا بتفهم إنه هو ورث من البايسيكل. يعني كل شيء موجود بالبايسيكل هو ورثه. بدي أكتب شو الإشي الجديد اللي عمله. طبعا هو الداتا ممبر مش بس السيت هايت، السيت هايت والجير والسبيد. بس انا الخط دلني على انه طبعا بصير اكتبهن بس خلص مجرد اني حاكي انه في انهيريتنس منها بفهم انه هو ورث كل شيء بكتب الاشياء الخاصه بالكلاس. طب شو الميثودز؟ هو ورث الميثودز الموجوده بالبيس كلاس وعمل ميثود جديده. الميثود الاولى اللي هي بلس الكونستراكتر. ممكن اكتب كونستراكتر بدون ما اكتب اي ان اي تي لانه لغات البرمجه الاخرى مش هيك بتعبر عن الكونستراكتر. واليو ام ال احنا بنعبر عنه. انت ممكن تكتب كلمه كونستراكتر يعني مثلا بالسي بلس بلس والجافا الكونستراكتر للكلاس اسمه نفس اسم الكلاس يعني بايسكل بايسكل بيكون اسم الميثود اللي بتمثل الكونستراكتر. ماونتن بايك بيكون ماونتن بايك اسم الميثود اللي بتمثل الكونستراكتر. بلغه بايثون اسم الميثود اللي بتمثل الكونستراكتر اندرسكور اندرسكور اي ان اي تي اندرسكور اندرسكور. بس انت لازم تفهم البرمجه بشكل عام يعني مش بس بلغه معينه. يعني فهمت لغه بايثون اوكي بس لازم نفهم شو استقبل هون. الجير ممكن اختصرها جي اي نوع فلوت. ممكن احط بدون الانواع للاختصار بدون ما احط الانواع ان اس فاصلة N S H بدون ما أحط الأنواع. وبقدر أحط بعد كل داتا ممبر زي هيك حطيت G float الأس نقطتين float أو بدونها عادي وما رجع يعني void. هاي أول الفانكشن. الثاني اللي هو public كمان plus display. display ما استقبلش إشي وما رجعش إشي. حتى السيلف بكتبهاش لأنه هاي السيلف خاصة بلغة بايثون. بلس تشيك سيت تشيك سيت استقبل انبوت اكس بدي احط نوعها بصير بديش احط ما رجعش شيء هيك فوي. هاي الميثود واكيد ورث كل شيء موجود بالبيسك باث. يعني ما راح ارجع اكتبهن مره ثانيه لانه هو تلقائيا من السهم
من الدراج للبيس، هذا السهم دلني انه هو ورث الاشياء الموجوده بالبيسك كلاس. هذا اول مثال على السنجل انهيرتنس. نروح على مثال ثاني، سنجل انهيرتنس بس مالتي ليفل. هذا ليفل واحد، لا بيس ودراج. يعني مالتي ليفل يعني مثلا يكون عندي كلاس بيس، بعدين درايفد 1 يرث من بيس، درايفد 2 يرث من درايفد 1. هو سنجل انهيرتنس. متى بحكي عن الانهيرتنس سنجل؟ اذا كان الدرايفد له 1 بيس، برث من اب واحد. اذا له اكثر من ابو نسميه مالتيبل انهيرتنس. اذا له اب واحد شو بنسميه؟ سنجل انهيرتنس. اذا له 1 بيس بنسميه سنجل. اذا له اكثر من بيس شو بنسميه؟ اذا برث من اكثر من كلاس بنسميه مالتيبل. طبعا انا هسه رح اعمل سنجل، يعني كل واحد برث بس من دي بيس واحد، بس بنفس الوقت على اكثر من ليفل. زي مثلا بوينت يورث سيركل، والسيركل يورث سلندر. البوينت هو بيس، السيركل ورثت من بوينت، والسلندر ورثت من سيركل. هذا ما بنسميه مالتيبل، هذا سنجل انهيرتنس بس بنسميه مالتي ليفل. يعني مالتي ليفل باكثر من ليفل. طبعا عندنا اكثر من سؤال على المالتي ليفل، خلينا نمسح هاي. طبعا مطلوب منك ترسم اليو ام ال دياجرام. بالفاينل بجيب لك ارسم يو ام ال دياجرام لسؤال كتبته، بعدين ارسم اليو ام ال دياجرام له. اتفقنا؟ وراح نمتحن كويز بالانهيرتنس والكومبوزيشن، ونحط واجب كمان. اليوم اخر يوم تسليم الواجب، الواجب كان على اللايبرريز نم باي وساي باي، بس بدك تكتبه داخل كلاس. نشوف هذا المثال الثاني مالتيبل انهيرتنس، لا بدنا نفشقه. مالتيبل انهيرتنس نروح على شوفوا هذا المالتيبل، في عندنا كلاس بيرسون وكلاس امبلويي، ما لهنش علاقه ببعض، بيرسون لحال وامبلويي لحال. بعدين تيشر برث من بيرسون وامبلويي، هذا مالتيبل انهيرتنس اللي تو بيس كلاسز نسميه مالتيبل انهيرتنس. خلينا من المالتيبل، الكومبوزيشن خلينا منه كمان، نروح على المالتي ليفل. المالتي ليفل انهيرتنس لانه احنا بعنا بالسنجل انهيرتنس بس على اكثر من ليفل. في عندنا اكثر من سؤال. نعم في حدا بده يسال. شوف بالمالتيبل انهيرتنس مالتي ليفل، ديفاين مالتي ليفل، هاي مش مالتيبل، هي سنجل انهيرتنس بس مالتي ليفل. في عندنا هذا كلاس ستودنت، وفي عندنا كلاس ثاني كمان على المالتي ليفل البيس كلاس. هاي البوينت، بوينت وسيركل وسلندر. خلينا نعمل اول شيء البوينت والسيركل والسلندر، بعدين نرجع للستودنت. هذول مثالين على المالتي ليفل انهيرتنس. خلينا نعمل هذا الكلاس. اخر سؤال اللي هو بالورك شيت، ديفاين ا بيس كلاس كولد بوينت. بدنا نعرف كلاس اسمه بوينت ذات هاز اتريبيوتس اكس اند واي، بيحتوي على الداتا ممبرز اكس وواي. رايت كونستراكتر فانكشن. شوفوا بشكل مختصر نكتب الكونستراكتر، نعرف شو هو الكونستراكتر، بيعطي قيم لاكس وواي. والاستر ميثود نعرف شو هي الاستر، بده يتبع احداثيات النقطه. رايت ديسبلاي فانكشن، واكتب الديسبلاي. طبعا ديسبلاي اذا في استر مش كثير مهم، بس اذا طلب منك بالامتحان تكتب ديسبلاي تكتبه لانه بكون عليه علامات. بعدين شوفوا بدنا نعرف كلاس ثاني اسمه سيركل. هذا السيركل بده يرث that will inherit from class point، بده يرث من class point. It has its own attribute radius، وله attribute خاصة فيه اللي هو radius. بده يعرف constructor function، constructor بعطي قيم للداتا ممبرز اللي عنده واللي ورثه. وفي عندنا diameter، diameter اللي هو القطر، بيرجع لي القطر، القطر 2 في الراديوس. في عندنا circumference بيرجع لي المحيط اللي هو باي القطر، اللي هي 2 باي نون قاف، 2 باي نون قاف، 2 نون قاف اللي هي الديامتر القطر، وباي باي في القطر او 2 باي نون قاف، بس هو استفاد من الديامتر لانه 2 مع النون قاف بعطيني القطر وفي باي. الاريا باي نون قاف تربيع، باي في الراديوس تربيع. والاس تي ار والديسبلي. خلينا نعمل لحد الان، عندنا أول إشي كلاس
بوينت لاست بوينت قلنا ما فيش له وري إشي يرث منه بقدر أخليه يرث من مين من أوبجكت عرفنا الكونستراكتر سيل فاصلة إكس فاصلة واي سيل طبعا ما حكى ليش إكس واي برايفت هيك بقدر أعملهن بابليك سيل دوت واي يساوي واي وقال لي غير الكونستراكتر الديسبلاي والاس تي ار صح هون بس ما عملش ست وجيت لانهن اصلا بابليك الاس تي ار سيل شو بعمل ريتير نتذكر الاس تي ار بيرجع اوبجكت بيرجع السترينج على شكل اوبجكت اس تي ار اوف سيل دوت اكس زائد فاصلة زائد str of self dot y زائد تذكرة القوس هاي حطيتها بين أقواس الأوبجيكت ديف ديسبلاي مهمة الديسبلاي بتصير سهلة بوجود ال str استقبل self بس بيعمل print str of self أو self لحالها print self يعني بدي أطبع الأوبجيكت self ما هو الأوبجكت يعني كأنه بستدعي يا بتقول لي print self أو قلنا str of self لو ما قلت str of self لو قلت self لحالها هي كأني بطبع object من برا مش بقول print بين أقواس اسم الأوبجكت بدون ما أقول له str of object بقول له object طيب وهون نفس الإشي بقول له print self هو self اللي هو الأوبجكت اللي بستدعي هذا الكلاس point طب بعدين عملنا class circle class circle بدي يرث من point بين أقواس point يعني برث من class point بعدين عمل الكونستراكتر constructor شو رح يستقبل self فاصلة x فاصلة y فاصلة r أو radius خلينا نكتب طب ليش استقبل x و y و radius هو قال لي إنه في data member خاصة بالcircle اللي هو radius ورث من point بما انه ورث من بوينت يعني الداتا ممبرز اللي موجوده بالبوينت راح تكون موجوده بالسيركل سيلف بس ننتبه اذا في شيء برايفت ما بقدر استعمله برثه بس ما بستعمله مباشره هن بابليك بصير اقول له سيلف دوت اكس تساوي اكس قلنا ما بعطيكيش ايرور بعتبره صح بس انت بتكون ما استعملت الداتا ممبر اللي ورثته من سيركل شو بتكون عملت؟ بتكون عملت داتا ممبر جديده اكس خاصه بالسيركل غير اللي ورثته حجبت اللي ورثته انت طبعا بيقدر يرجع للي ورثته بانه يكتب point dot x بصير يرجع للي ورثته بس انا بدي لا انا بديش اعمل x جديده بدي استعمل اللي ورثتن x و y اللي ورثتن هيك شو قلنا بنعمل نستدعي الكونستراكتر للبوينت point dot underscore underscore init underscore underscore of self فاصلة x فاصلة y هيك استدعى constructor البوينت بعدين بيعمل الداتا ممبر الخاصة فيه اللي هي الراديوس تساوي راديوس بسند قيمة البراميتر راديوس إلها عملنا الكونستراكتر طلب مني اعمل الديامتر ديامتر of cell repair 2 ضرب cell dot radius القطر اللي هو 2 في نصف القطر طلب منا كمان نعرف المحيط سيركيو نختصرها لسيركيو هي circumference اختصرناها سيركيو بستقبل cell المحيط اللي هو باي الباي بتعمل import math عشان استخدمه import ليش عملت import math لاني بدي استخدم الباي math repair math dot by ضرب cell dot diameter
طب ليش قلت دايمتر؟ قلنا الدايمتر بعطيني 2 نقاط، 2 نقاط في باي، بقدر أقول له ضرب 2 ضرب سلف دوت ريديس بصير. بس هو قال لي بالسؤال إنه استدعي الدايمتر، باي ضرب الدايمتر. الأريا عندنا function area def area of self، بترجع المساحة اللي هي return y نقاط تربيع math dot by math dot by ضرب self dot radius أس 2 تربيع اللي هي أس 2 نصف القطر تربيع في باي، هاي المساحة. وطلب منا الـ STR والـ Discipline. الـ STR def، ننتبع على الـ STR هسا. الـ STR of cell بدي يطبع معلومات الـ Object. معلومات الـ Object أول شيء X و Y اللي ورثن، عشان يطبعهن شو راح يعمل؟ راح أعمل ST تساوي point plus معلومات النقطة. كيف استدعي ال str لل point؟ شوفوا، لأنه أنا عندي str مضطرة استدعيها زي ما استدعيت ال constructor underscore underscore str underscore underscore of self. هيك مستدعي ال str من point. طيب st plus equal، طبعا st plus equal ايش هسه؟ الراديوس، راديوس يساوي str of cell dot radius. وانتبه كل قيمة بدك تضيفها على ال على string لازم تكون نوعها string، يعني self dot radius مش string، ليك حولناها على string. آخر شريتين، طبعا هون ما في backslash n، بنزل السطر بحط backslash n عشان بس يطبع معلومات النقطة، أو backslash t إذا بدي يطبعهن على نفس السطر حط له backslash t. return st display def display. الديسبلاي هون ما بدي يستدعي الديسبلاي، خلاص بس بيعمل برنت سيلف، لأنه صار في عنا الـ STR موجود، بيعمل برنت أوف سيلف. هو بيعمل كل شيء، بيستدعي الـ STR، برنت سيلف بيستدعي الـ STR. الـ STR بدوره بيطبع بيستدعي STR البوينت تلقائيا. هاي الـ كلاس سيركل، شوف هسا بدي أعمل كلاس cylinder، define class cylinder that will inherit from class circle. cylinder بيرث من circle. it has its own attribute height، والاتريبيوت الخاص فيه اللي هو ال height. write constructor function و area و volume و display. طيب write طبعا الافضل ال str بعدين نعمل display. خلينا نكتب write str. نعمل class cylinder اللي بيرث من circle. class cylinder بيرث من class circle. شوفوا هاي multi level، طبعا انا بدي اكتب UML بس مختصر. الامتحان اذا طلبت منك تكتب لي شيء يا مختصر اكتبه عادي، لا تكتبه مختصر. أي أنا بدي أكتبه مختصر ليش؟ عشان ما بس بالامتحان لا بتحط لي اسم الكلاس واسم الاتريبيوتس كاملة. شوفوا صار عندي 3 كلاسز. الكلاس الأول اللي هو point، الكلاس الثاني
فيركن. الكلاس الثالث سلندر. شوفوا العلاقات كيف، هاي بطريقة مختصرة بس أنا كاتبه. السيركل ورث من البيسي كلاس بوينت. والسلندر هو ديرايت ورث من مين؟ ورث من سيركل. طبعا هو السلندر كمان ورث من بوينت بس بطريقة غير مباشرة، يعني بوينت ورث سيركل وكل شيء موجود بسيركل ورجع ورثه سلندر. يعني سلندر ورث من بوينت ورث من سيركل، بس ورث من سيركل بطريقة مباشرة ومن البوينت بطريقة غير مباشرة. هذا سنجل انهيريتنس بس مالتي ليفل، كل كلاس له وان بيسي كلاس، ما له أكثر من بيسي كلاس. لو له أكثر من بيسي كلاس شو نسميه؟ مالتيبل. كل كلاس له بيس بس على ليفل، على أكثر من ليفل. بوينت ورث سيركل وسيركل ورث سلندر، ممكن أعمل ليفل رابع وليفل وهكذا. اتفقنا؟ طبعا أنا كتبته مختصر بالامتحان، لا تكتبه مختصر. حط إذا سألناك حط الثلاث أجزاء، اسم الكلاس مع الأتريبيوتس مع الميثود. هون نفس الإشي، اسم الكلاس مع الأتريبيوتس مع الميثود، نفس الإشي. بس إحنا عشان نوريك العلاقة هسا بقدر أقول circle is a point. بقدر، لأنه circle is a point، cylinder is a circle، بصير. بس العكس لا، بقدرش أقول point is a circle ولا circle is a cylinder، علاقة بهذا الاتجاه. اتفقنا؟ خلينا نكمل الكلاس سلندر. عملنا الكونستراكتر، راح نعمل الكونستراكتر def init of self. بس راح يستقبل، راح يستقبل، شوفوا شو راح يستقبل: x y radius r وايش height h. شوفوا كم ديتا منبر. ليش؟ لأنه السلندر ورث من سيركل والسيركل ورثت من بوينت، يعني رح يصير عنده كل الداتا ممبرز الموجودة بوينت وسيركل، وهو بدي يعرف داتا ممبر خاص فيه اللي هو الهاي. عشان يعطي قيم لإكس وواي ورا آر بيستدعي كونستراكتر السيركل. شوف كونستراكتر السيركل وظيفته يعطي قيم للثري داتا ممبر. روح بيستدعي كونستراكتر، هو بيستدعي السير كونستراكتر السيركل. كونستراكتر السيركل بدوره بيستدعي كونستراكتر البوينت. مش تقول لي هو كمان يستدعي كونستراكتر البوينت؟ هو بيستدعي كونستراكتر السيركل، بعطيه سيل واكس واي وار اللي هي للريديوس، صح؟ وبنشئ الداتا من برا الخاصه فيه اللي هي سيل دوت هايت يساوي اتش. الهايت اعطاه قيمه. اول شيء استدعى كونستراكتر السيركل، وبدوره كونستراكتر السيركل داخله بيستدعي كونستراكتر البوينت. مش انا هون اروح، انا بستدعي بس مباشره كونستراكتر السيركل. طيب هذا اول شيء، هذا اول مطلوب انه يعمل الداتا ممبر هايت ويستدعي الكونستراكتر. هسه الاريا، الاريا مساحه مستطيل، مساحه الجوانب زائد مساحه الاسطوانه، هي مساحه الجوانب، مساحه الطرف الجانبي زائد مساحه قاعدتين، والقاعدتين دائريات. نتذكر انه قاعدة الاسطوانة هي دائرية. نعرف الاريا. ريتير المساحة الجانبية اللي هي لو فردت، امسك ورقة لفها وافتحها، تحت بتلاقي المحيط. المساحة الجانبية هو عبارة عن مستطيل، هي عبارة بس تفتح الورقة، افتحها لفة وافتحها، لفة على شكل اسطوانة عشان تقتنع انها اسطوانة، بعدين افتحها. بس تفتحها بتلاقي محيط الدائرة، محيط القاعدة كان هو عبارة عن العرض او الطول للمستطيل، والهايت للاسطوانة كان هو العرض. هاي مساحة جانبية، محيط الدائرة في الهاي. هاي المساحة الجانبية، محيط الدائرة، محيط الدائرة اللي هو السيركيو سيلف دوت سيركيو.
في داعي أقول إير سيركل دوت سيركم، ما عنديش محيط هون، هيك بقدر أستدعي السيركم اللي بالأريا عن طريق السيركل. ضرب هذا محيط، هذا الطول مثلا للمستطيل، عرضه الهاي سيلف دوت هاي، هيك أنا بكون وجدت المساحة الجانبية. طب ظل عندي مساحة قاعدتين زائد 2 ضرب سيركل دوت اريا. ليش اضطريت اكتب سيركل دوت اريا؟ لان انا عندي اريا، اذا بدي استدعي الاريا الخاصه بالسيركل شو بعمل؟ بس تقول سيركل دوت اريا عشان استدعي الاريا بالسيركل. هاي مساحة الأسطوانة، مساحة الجوانب زائد مساحة قاعدتين، لهيك كتبت 2 ضرب سيركل دوت اريا، مساحة القاعدتين والقاعدتين هي دوائر. في عنا الفوليوم، الفوليوم اللي هو area of the circle ضرب الهايت، الحجم مساحة القاعدة في الارتفاع. شو حجم الأسطوانة؟ مساحة القاعدة في الارتفاع. volume of self return مساحة القاعدة سيركل، مش داعي احسبها مرة ثانية، سيركل دوت اريا ضرب سيلف دوت هاي. هاي مساحة القاعدة في الارتفاع اللي هو الحجم. طلب الاس تي ار والديسبلاي، الاس تي ار ديف STR of cell STR of cell بدي استدعي أول شيء STR السيركل، سيركل طبعا return يا بتحطه بST تساوي سيركل dot STR of cell. هذا شو رح يرجع؟ شو المعلومات اللي برجعها STR؟ البوينت والراديوس، برجح انتبهوا على نفس السطر. هسه اس تي بلس ايكوال باك سلاش تي، هون بدي على نفس السطر، هايت يساوي زائد اس تي ار اوف سيلف دوت height return st. هسه نعرف الديسبلاي، ديسبلاي of cell print cell. ليش بقدر اقول print cell؟ قلنا لانه عندي str، لو ما عندي str أقدر أشرح في print cell. نكتب المين بارت، نعرف أول شيء object من نوع point، P تساوي point 1 2 مثلا، print P أقدر أقول print P مباشرة لعندي str. طب C1 تساوي نعمل object من نوع circle شو باخذ؟ x و y مثلا 1 و2 والها والradius 3، بقدر اقول له print c1، نقدر نحكي print c1 dot area print c1.circle diameter اللي بدك تستدعيه بصير. تمام، نعمل object من نوع cylinder، cylinder 1 يساوي cylinder شو باخذ data من برس
اكس واي مثلا 1.2 الراديوس 3 الهايت 5 برنت سلندر 1 لو بتستدعي الاريا له برنت سلندر 1 دوت اريا برنت سلندر 1 دوت فوليوم. طب لو بدأت تستدعي سيركيوم بصير ورثه من سيركل سلندر 1 دوت سيركيوم يقدر بيقدر لأنه ورثه. لو بدي استدعي الديامتر كمان بيقدر. Of self هون ناسيين نكتب self شوفوا هاي أول شيء النقطة 1-2 point بعدين لما طبعنا السيركل معلوماته البوينت 1-2 والراديوس هاي 3 الاريا له 3 باي نون قاف تربيع هاي 3.28 والمحيط هاي قيمته بعدين السلندر نقطة 0.12 الراديوس 3 الهايت 5 شوفوا كيف طبع معلومات الاريا حجمها 150 مساحتها الحجم 141 المحيط 18 محيط الدائرة اللي نصف قطرها 3 هو أعطاني محيط الدائرة على السيركيو على السلندر لأنه ما عنده سيركيو استدعيت سيركيو صح بس أعطاني إيش محيط الدائرة. طب خلينا نشوف كمان سؤال حاولوا أنتوا تحلوا فيه شوي. نفتح سؤال على المالتي ليفل نرجع للسؤال اللي قبله على المالتي ليفل. مالتي ليفل يتعرف كلاس اسمه student that has the following data members. شوفوا student بيحتوي على الداتا ممبرز التالية الانتجر student number طبعا student number اللي هو رقم الطالب من نوع integer student name نوع string student average يعني رقم الطالب واسمه معدلة نوعه double الدبل اللي هو نفس الفلوت the following member function constructor that initialize the data members منه constructor ومنه set to get for each data member يعني data members هذول كمان كلهن نعملهن private بدي تعمل set to get for each data member وال str وال display هذا أول شيء class student بعدين عنا class اسمه graduate student شوفوا class graduate student راح يرث من class student graduate student بيرث من student and then declare the following data members ويعمل الداتا member الخاصة فيه level طبعا هو بيرث بما أنه ورث من student إذا ورث اسم الطالب ورقم الطالب ومعدل الطالب وضاف data member خاصة فيه اللي هو level بعدين نعمل constructor set to get to display و str و display set to get to constructor و str و display طيب بعدين بدي أعمل class ثالث اسمه master class ثالث master هذا الكلاس بدي يرث من graduate student بدي اياه يرث من مين؟ student base student ورث graduate graduate بدي يورث master هيك بصير عندنا multi level inheritance and then declare the following data member the new id شوفوا الداتا member الجديد اللي ضافوه new id طبعا هو الداتا members اللي بتكون بالماستر new id وليفل واسم الطالب ورقم الطالب ومعدله ورث من جراديويت وجراديويت ورث من ستودنت بدنا نعمل كونستراكتور وست وجيت واس تي ار وديسبلاي
يلا الميثود نفسه الكونستراكتر والست والجيت فور ايج داتا ممبر وال اس تي ار والديسبلاي. بلشوا تحلوا انتوا ولا انا حل؟ شو رايكم؟ شو رايكم تبلشوا تحلوا؟ مش صعب زي الكلاس بوينت على ابسط يعني فيه اشياء كلاس ستودنت هذا البيسك كلاس اللي هو ستودنت ستودنت ورث من اوبجكت كيفش برث من اشي ممكن اخليه يرث من اوبجكت بعدين نيجي نعرف الكونستراكتر اس تي نم و اس تي نيم و اس تي اي في اللي هي الافريج data members هيها self dot خلينا نعمل هنا private st number أو بقدر خليني أختصرها ل st num تساوي st num self dot st name يساوي st name self dot ST average تساوي ST هاي أول إشي الكونستراكتر بعدين set to get for each data member def بدي أعمل set ST name get ST name set ST average get ST average set ST name كلهن لكل الداتا member هاي set ST ST num بستقبل cell مثلا و n بسنده cell dot underscore underscore ST num يساوي n طب get ST num def get ST num باخذ بس cell وشو بيعمل بتير self dot st num طيب بدي أعملها لكل الـ data members st num st name name وهون return st name برجع ال st name وال st average return st av شوف هاي عملنا ال get وال set لل 3 data members طب قول لي هاي البراميتر ان 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 احنا اسماء البراميترز مش هاميتنا ان ان ايه شو ما كان اسم البراميتر هو باراميتر local variable بس يخلص الفانكشن بيخلص السكوب له طيب طلب منا غير الست والجت الاستر استر اوف سيلف وطلب منا الديسبلاي قلنا الديسبلاي بصير مهمته سهله بس علي احكي print of self return شو معلومات اللي هون اسم الطالب ورقم الطالب st st name يساوي زائد self dot st name زائد فراغ
ممكن نحط أكثر من فراغ. ST num يساوي زائد str of self dot st num زائد st av يساوي زائد str of self dot stav. تحط باك سلاش ان بصير كمان هاي dev display print offset. هاي اول كلاس اللي هو الستودنت. بعدين عندنا كلاس graduate student. graduate student freshman class student. وشو الداتا منبر اللي اضافه جديد اللي هو الليفل يلي ورث من student. يعني نرجع لورا graduate student ورث من student وعرف داتا منبر جديد اللي هو الليفل وعمل constructor وست وget str وdisplay. نيجي نرد نعمل الconstructor. نتذكر كيف نعمل الconstructor init self هو self راح ياخذ st num فاصلة st name فاصلة av مثلا للأفرج وليفل اللي هو ال. الداتا ممبرز اللي ورثت اللي هن الاستي نيم والاستي نام والاستي افريج وانا شو بعمل؟ مش اعرفهم من جديد، اعمل داتا ممبر جديده بستفيد من اللي ورثتهم شو بعمل؟ بستدعي كونستراكتر البيس كلاس ستودنت. كيف بستدعي؟ ستودنت دوت اندرسكور اندرسكور اي ان اي تي اندرسكور اندرسكور اوف سيلف وببعث له الداتا ممبر اللي هن الاستي نام فاصله استي نيم داتا منبر اللي كتبتن هون شو ما كان فاصلة AV. بعدين بعمل داتا منبر ليفل هاي ليفل يساوي L واستدعى الكونستراكتر البيس كلاس اللي بعطي قيم للداتا منبر اللي ورثته من البيس. بعدين هو انشأ الداتا منبر ليفل الخاص فيه طلب مني ست وجيت. هسا الست والجيت ما راح اجي اعمل للاستي نم والاستي نيم والاستي افريج بس للليفل لأن هذول خلص ورثنا من البيس كلاس. بيقدر أي أوبجكت من نوع graduate student بيقدر يعمل set st num بيقدر يعمل set st name get st num بيقدر يستدعيهن من البيس كلاس مش داعي يرجع يعرفهن. راح أعمل بس set وget لمين؟ للليفل. st level level هون الجيت طبعا عملت كوبي بيست عشان ما نضلناش نقطة بس بعمل للإشي اللي بعدل الإشي اللي بدي إياه جيت level. عملنا الست والجيت للليفل ست ليفل وجيت ليفل. بدي أعمل ال str والديسبلاي ديف str of self. قلنا أول شغلة شو راح يعمل؟ راح يأخذ المعلومات من مين؟ من student. فيش داعي يرجع يعملهن من جديد. بيستدعي ال str من student. student dot underscore underscore str underscore underscore of cell. هاي أخذ معلومات student.
بعدين بضيف عليهن ST plus equal خزن بـ ST معلومات الستودنت. بدي أحط مثلا فراغ أو أكثر، هيك حطيت أنا أكثر من فراغ، فراغين. level ST level يساوي زائد str of self dot underscore underscore level by return st dev discipline of self print self. هاي خلصنا من graduate student. هسا يجي دور ماستر، رح يجي دور ماستر، هاي constructor وست وجت وstr وdisciplie، يجي على ماستر. ماستر كمان ورث من graduate student، ورث مش من student، من graduate student. هل حكينا multi level والdata member new id، وبده نفس الاشي constructor وست وجت وstr وdisciplie. نعمل class ماستر. كلاس ماستر رح يرث من مين؟ من graduate student. عرف constructor cell. شوف constructor هسا st num st name av l new id n id. هو كم ديتا ممبر؟ اول اشي هو بيستدعي constructor graduate student dot of cell st num فاصلة st name فاصلة av فاصلة l. واستدعى هو constructor graduate student، و graduate student بدوره بيستدعي constructor student. أنا هون علي استدعي بس ال direct basic class، هذاك ال indirect هو تلقائيا ال graduate student بيستدعي ال constructor student. طب بعدين شو أنا مطلوب مني؟ أعمل data member جديد اللي هو النيو id. new id يساوي n id. خلصنا من الكونستراكتر، نروح على الست. ست لمين أعملها؟ ست وجت بس للنيو id، لأنه يعني هو بيقدر يستدعي ست ليفل وجت ليفل وست st num وست st name وست st، بيستدعي من اللي ورثن، ورثن من البيسك لا ورث من graduate student، وgraduate student ورث من student. يعني هسه على class master بيحتوي على كل الفانكشنز موجودة بstudent وbgraduate student، كل الداتا members. أنا بدي أعمل set new id وقلت new id خلاص. طيب أغرب حالي set new id self dot new id يساوي the new id وهون return get a new id return self dot new id. الست والجيت هسه على str dev str of self راح يستدعي st تساوي من graduate student ال str من graduate student graduate student dot str of self
بعدين برجع بحكي لي S T plus equal. هسا بدي أضيف عليها the new ID تساوي str of cell dot new ID. Prepare ST dev display print cell. هيك خلصنا الـ 3 classes. عندنا الـ basic class student derived إلو graduate student و master derived لgraduate student. نيجي نكتب object، نعرف objects بالمين بار. بقدر أعرف object من نوع student، هيو S1 يساوي student رقم الطالب مثلا واحد اسمه علي معدله 80. بقدر شو الأشياء اللي بقدر استدعيها على S1؟ بقدر أعمل print S1 لأنه في عندي str. بقدر أقول S1 dot display. بقدر أستدعي، طبعا بديش أكتبهن، شو الأشياء اللي بقدر أستدعيها؟ بقدر أستدعي set stnum get stnum set stname get stname set stAverage get stAverage فقط. يعني بس اللي بالstudent نفسه. انتبه إنه على object من نوع student تقدر تستدعي الأشياء اللي على student. طب بقدر استدعي عن طريق object من نوع student الأشياء الموجودة بgraduate student؟ لا، graduate student له علاقة بstudent، بس student ما له علاقة بgraduate student، مش العكس. شوف graduate student is a student. يعني لو عرفت object من نوع graduate student بقدر استدعي set level get level set st name set st num get st num. بقدر استدعي الموجودات get بالgraduate student والموجودات بstudent. بس إذا عرفت object من نوع student بس بستدعي الأشياء اللي بstudent، بقدر استدعي الأشياء اللي بgraduate؟ لا، ننتبه العلاقة شو هي. يعني لو قلت لك استدعي لي set level بتقول لي ممنوع لأنه مش تابع للstudent، يعني بس الأشياء اللي بstudent. طب هسا أبدأ أعرف object من نوع graduate student. graduate student graduate student راح يغل اسم الطالب مثلا رقم 2 اسمه رنا معدله 283.5 والليفل 2 او 3 او اي رقم الليفل. بقدر اعمل برنت لجي 1. طب شو الأشياء اللي بتقدر تستدعيها على جي 1؟ الأشياء بقدر استدعي get level، بقدر استدعي set level، بقدر استدعي get st name set st name get st num set st num get level get st average set st average. كلهم بقدر استدعي اللي بgraduate واللي ورثن من البيس اللي هو. بس تقدر تستدعي set new id على جي 1؟ لو جيت قلت لي g1.setNewID أعطيني إيرور. graduate الماستر إله علاقة بgraduate، بس graduate ما إله علاقة بماستر. ماستر is a graduate student، بس بقولش graduate student is a master. لما أجي أستخدم الفانكشن على object من g1 اللي هو من نوع graduate student بقدر يعمل لا تنزل للليفل اللي تحت. تقدر تستدعي الأشياء الموجودة بgraduate وبالbase اللي هو student. اتفقنا؟ طيب هسا object من نوع master m1 يساوي master. master راح أعطيه رقم الطالب 3 اسمه ثناء معدله 77.2 level 3 مثلا أو 1 أو أي إشي
والنيو اي دي مثلا هنا لو قلت برنت ام 1 تطبع لي معلومات ام 1. طب شو الاشياء اللي بقدر استدعيها على ام 1؟ ام 1 اوبجكت من نوع ماستر، تقدر تستدعي ست نيو اي دي، جيت نيو اي دي، تقدر تستدعي ست ليفل والجيت ليفل، تقدر تستدعي ست كل الاشياء الموجوده عنده واللي ورثها من جراديويت واللي ورثها من ستودنت، كلها بقدر استدعي على الاوبجكت من نوع ماستر. اتفقنا؟ انا استدعيت بس البرنت. New idea. أخليها I capital. نضبط. شوف هاي هل. الأوبجكت الأول اسمه علي رقمه 1 الأفرج 80. بس هو أوبجكت عادي student. Graduate student طبع لي الاسم رنا. الرقم 2 الافرج كذا الليفل الى 2 ستي ليفل. الماستر طبعا معلومات الاسم والرقم والمعدل والليفل والنيو اي دي. كلنا شايفين كيف طبعهن ماستر لانه كان كل ستي ار يستدعي الجراديويت والكونستراكتر كان يستدعي كونستراكتر للبيسك كلاس. واضح الفكره؟ هذا مالتي ليفل، هذا كله سنجل انهيرتنس سنجل. بس اول مثال كان ليفل 1، هون اكثر من ليفل. الستودنت بيس ورث الجراديويت، الجراديويت ورث ماستر. كذلك البوينت والسيركل والسلندر، البوينت بيس ورث سيركل، سيركل صار بيس لمين؟ لسلندر. هذا مالتي ليفل بس يعتبر سنجل انهيرتنس. ليش سنجل انهيرتنس؟ لانه كل كلاس ورث من بيرنت واحد، من بيس واحد، مش من اكثر من بيس. المره الجايه ان شاء الله بناخذ على المالتيبل انهيرتنس. واذا ظل وقت طبعا هاي في خلينا أول سؤال وآخر سؤالين. اللي بالوسط في على الكومبوزيشن وفي على المالتيبل انهيرتنس. هذا مالتيبل انهيرتنس السؤال الثاني. ترقيمهن لأني دمجت تو ورك شيتس مع بعض. ترقيمهن مش والكومبوزيشن. المرة الجاية بناخذ على المالتيبل انهيرتنس وإذا ظل وقت بناخذ على الكومبوزيشن. إذا ظل معنا وقت كمان بناخذ على الكومبوزيشن. طبعا هو يعني الفصل على وشك يخلص، يعني الأسبوع الجاي بيخلص 19/8. على الأغلب راح تبلش المختبرات، إذا ما بلشتش بنظلنا ناخذ عادي، ما عندناش مشكلة. لكن أخذنا على البوليمورفيزم كمان، البوليمورفيزم نفس الإنهيرتنس بس إنه نركز مثلا فانكشن بوليمورفيزم على مستوى الكلاس، على مستوى بدون كلاسز، على مستوى الإنهيرتنس البوليمورفيزم. يلا يعطيكم العافية. ناخذ حضور غياب. قبل ما نخلص خلينا ناخذ حضور غياب لأن المرة الماضية ما خدناش. رعد علي، رعد علي، رعد علي نصر الله زواتي. يوم كم التاريخ؟ 11/8. سيف تحسين، سيف تحسين موسى بني عواد، سيف تحسين، سجى كمال، سجى كمال محمد المقابلة، سجى محمد عبد الرؤوف عبيدات، محمد عبيدات، جمال عبد الرحمن محمد العبيد، جمال كله غايب، محمود خالد محمد الواكد، محمود بلقيس أنور موجودة دكتور، حنين نعيم طعم السواعي، حنين، حنين نعيم، أيمن عارف، أيمن عارف أحمد أسعد، أيمن عارف، آية محمد، آية محمد حمد الصمادي، آية محمد، ياسين عبد الرحمن محمد العبيدات، ياسين
ياسين العبيدات، لؤي خالد حامد إبراهيم، لؤي خالد حامد إبراهيم، ريم وليد سالم عجائن، ريم وليد، حمزة حسين محمد الخطيب، حمزة حسين محمد الخطيب، أحمد غازي ضيف الله الآغا، أحمد غازي، باسل عبد الله محمد العدوان موجود، حمزة محمد حسن جبر موجود دكتور، زيد سامر عبد المنعم الرطروط، زيد سامر، عيسى إياد أبو الخير موجود دكتورة، محمد براء خالد أبو صيني موجود دكتور، عمر حسين إبراهيم مقدادي، أيهم محمد خلف عاشور، رغد هاني محمد جرادات، أسامة محمد خير حسين لطعاني، أسامة، فيداء زايد سالم هياجي، فيداء موجودة، عمر عبد السلام محمود البيراوي، عمر، ملاك جهاد أحمد سبعنة، ملاك جهاد، عبد الله عدنان يونس الزيوت، عبد الله عدنان موجود دكتور، رغد فارس محمود طلافة موجود دكتورة، وفاء محمد مصطفى بني حمد موجود دكتورة، مشعل صبر خالد العنزي موجود دكتورة، مروان خالد عبد الهادي الحراشة، رضوان ماجد راضي الزعبي، رضوان، محمد سمير محمد عبيدات، موجود، سارة محمد موجودة، أسيل جمال موجودة، ساجدة أمجد محمد القرآن موجودة، أنس هاني محمد النجار موجود، صفاء إبراهيم أحمد دواهدة موجودة، صفاء ميس محمد ياسين سكرية ميس موجودة، عبد الله حسين حمدان علي موجودة دكتور، باسم أحمد عبد الرحمن عبيدات باسم موجود دكتورة، سجى عمر مصطفى القيسي، سجى عمر مرح موجودة دكتورة، تريد تطلع على 9 بعدين نبدأ، طيب يلا يعطيكم العافية، في حدا ما طلعش اسمه أو كان نايم لو ما نديت الأسماء؟ ترى نعم تفضل ترى، وصرت أجلنا الواجب ليش مو كله كلاس؟ طيب دكتورة اليوم عندنا ميد كمان، يعني ما لحقنا أصلا نحل ولا أي assignment، طب خلاص بأجله للخميس، احنا بدنا نمتحن كويز كمان لأنه احنا صرنا بآخر الفصل وبعدنا ما امتحناش غير كويز واحد، واجب واحد، طيب بأجله للخميس، بس الأسبوع الجاي راح تنضغطوا بالكوزات، مش نعمل كوزين أو كوز واجب كمان الأسبوع الجاي، طيب خلاص بأجله للخميس. دكتورة الكوز الأول أنا رأى عليه قديش ممكن يروح عليه علامات؟ ما أنا بحكي لك إحنا دائما بنخلي سبير واحد، بنخلي يعني واحد زيادة،
إذا سويت كل اللي ضلن عادي بيروحش علامات، يعني المهم إنه تحضر اللي ضلن وتزبط فيهن. هم الاثنين أسايمنت وواحد كويز ثاني صح؟ إحنا لحد الآن شو قدمنا؟ واجب وحطينا واجب وكويز صح؟ بدنا نمتحن كوزين أو كوزين وواجب، أو يعني إذا كان أربعة أنا الميد راح أعمله من 30، فصل هذا ترى ما قيدونا من 25 المشاركة، حطوا من 15 ل 25، يعني بإمكان حتى الميد أعمله من 35، بس أنا بلغتكم مسبقا إنه من 30، الميد من 30 بضل 20 علامة المشاركة منا على الأقل، يعني أحسب ثلاث، يعني بدنا نكون معطين أربع أشياء، واجبات وكوزات، بين واجبات وكوزات أربعة، ممكن كوزين وواجبين مثلا، عندنا امتحنا كوز وواجب، بضرب لنا كمان كوز وواجب، بحسب منهن أعلى ثلاث، اللي قدمهن الأربعة باخذ أعلى ثلاث، أعلى ثلاث بحسبهن من 15 مثلا، وبخلي خمسة للحضور والغياب والمشاركة، تمام، بطلع عندي العلامة من 20. طب دكتورة تقدر تشوفي لنا كم بس كم غياب علي؟ شو اسمك؟ تقدري؟ اسمي حمزة. حمزة؟ حمزة عليه غياب واحد. استنى. استنى ديك يا دكتور. دكتور أنا كان اسمي ما طلع. لا طلع بس كنت نايم شكلك. يلا شو اسمك؟ زيد سامر. زيد سامر الرطروط. أنا كل اسم قرأته وسجلته غياب قرأته مرتين ثلاث، اللي ما سجلته مش غياب بس قرأته مرة واحدة. طب مين كمان؟ بقول الأسماء اللي سجلتها غياب كل واحد قرأته مرتين ثلاث، يعني طب مين كمان؟ طب أنا كم غياب علي دكتورة؟ زين واحد بس. الحمد لله. مين كمان؟ ما طلعش اسمه ولا كان نايم وقت ما قرأت الأسماء؟ مين يا شباب؟ إذا ما طلعش اسمك أو كنت نايم يعني.